قالوا كده نبتدي مع حضراتكم حلقتنا ونعرف حالة الجو النهاردة أخبارها إيه. بيتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد في الصباح الباكر، مائل البرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد. دلوقتي هنستعرض مع حضراتكم بعض درجات الحرارة المتوقعة النهاردة على عدد من محافظات الجمهورية، والبداية كالمعتاد من العاصمة القاهرة اللي العظمى فيها النهاردة الثلاث بتسجل 16، أما الصغرى 9، اسكندرية 16 10، الإسماعيلية 17 9، الغردقة 20 12، المنيا 16 4، سوهاج 17 5، وأسوان 19 9. نروح بقى لبعض درجات الحرارة المتوقعة في عدد من العواصم العربية والعالمية، والبداية من العاصمة السعودية الرياض اللي العظمى فيها النهاردة بتسجل 26، أما الصغرى 14، أبو ظبي 30 22، أنقرة 1 تحت الصفر، 8 تحت الصفر، لندن 8 2، واشنطن 11 7، باريس 6 0، وبكين 5 1 تحت الصفر. يعني خلي بالكم كده لان الحقيقه الجو يعني شويه صعب كده، فخلي بالكم كده ايه وانتوا نازلين الصبح وبالليل كمان. طيب